السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل مع بعض جروب 2 من الجولي فونكس. هناخد النهاردة letter D. إحنا خلصنا letter sound K, sound E, sound H, sound R, sound M. تمام؟ هناخد النهاردة sound D, ويبقى كده آخر جزء أو آخر letter في الجروب number 2. أهم حاجة عندي الستوري. تعالي بقى نعمل كده imagination ونتخيل الستوري بتاعتنا. A boy is styling his toy cupboard at the back. عندي ولد styling بيبتدي ان هو يرتب الخزينة بتاعت اللعب بتاعته. At the back خلف الخزينة he finds هو جد ايه a duck, some dominoes and an old drum. يعني وجد duck بطة ودومينز اللي هي الدومنة and an old drum وطبلة قديمة كانت عنده. He starts هو بدأ to play the drum هو بدأ ان هو يلعب على الدرام بتاعته making the sound. ده الصوت بتاع sound letter D نفس الصوت بتاع الدرام طيب الاكشن بتاعنا الاكشن بتاعنا ان احنا نبتدي نرفع ايدينا فوق وتحت ونعمل كاننا بدي playing the drum or play the drum. ازاي بقى move your hand ابتدي حرك ايدك up اعلى and down اسفل as if you are beating a drum لو انت هتضرب الدرام بتاعتك وقول ده 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 تمام ده الاكشن بتاع الليدر. يلا بينا نشوف الاغنيه بتاعته. هو كل اللي يهمنا في الحرف الستوري عشان نعمل نشغل الخيال بتاع الطفل فنربط الساوند وكمان السونج بتحسن نطق الحرف. See me play on my drum. Playing drums is lots of fun with a da 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 da. See me play upon my drum. تمام. See me play شوفني وانا بلعب on my drum على الطبلة بتاعتي. Playing drum is lots of fun ده فيها مرح كتير جدا او بحس بمرح كبير جدا وانا بلعب على الدرام دي. With da 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 ده صوت letter D. تمام. وبكده نكون خلصنا الجروب نمبر 2. ولو استفدتي من الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك كبير قوي قوي وتعليق حلو ودعوة حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله.